مرحبا بكم في قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. مع التفاصيل: جريمة بشعة تهز أشتوكا أيتباها. شهد إقليم أشتوكا أيتباها وبالضبط دوار كحايز بالجماعة الترابية بالفاع جريمة قتل هزت هدوء الدوار المذكور، وذلك بعدما انتهت جلسة خمرية بين شابين الأسبوع المنصرم بجريمة قتل راح ضحيتها أحدهما بدافع تصفية حسابات. وحسب منابر محلية فإن الصديقين دخلا في عراك حاد أثناء جلسة خمرية كانت تجمعهما، ما دفع بأحدهما إلى استعمال آلة حادة وطعن الضحية طعنات غادرة. بعدها تم نقل الضحية في حالة حرجة جدا إلى قسم المستعجلات بعدما خرج طالبا النجدة ليلفظ أنفاسه هناك. ومباشرة بعد وقوع هذا الحادث الأليم فر الجاني إلى وجهة مجهولة قبل أن يسلم نفسه لرجال الدرك الملكي بالفاع ليتم فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة، حيث جرى تقديمه أمس الأحد بعدما قضى 48 ساعة في الحراسة النظرية قبل أن يقرر الوكيل العام للملك إحالته على السجن المحلي بأيت ملول ومتابعته في حالة اعتقال.